السلام عليكم، معكم نوى الحاج، فنانة مغربية وبالضبط مدينة وجدة، ممثلة مسرحية وسينمائية وشاعرة زجالة وحكواتية. رحنا هنا كانت واجدو في مدينة الرباط عاصمة الثقافات، كان شارك من بين كثير المشاركين في المهرجان الدولي للحكايات اللي كتنظمو الرئيسة ديالنا الله يكبر بها ويطول عمرها الأستاذة نجمة طايطاي، اللي بفضلها كيتجمع أكثر من 40 دولة من جميع أقطار المغرب ومن خارج الوطن. يعني كلنا كنجمعوا هنا من أجل واحد الرسالة نبيلة، من أجل باش نحافظوا على التراث، كل واحد بحكايته، كل واحد الفرقة ديالو، كل واحد وكما نقولوا كل لغة ولغاه، وكنتعرفوا هنايا والحمد لله. يعني الثقافات كنشوفوا شي بلدان اللي يعني يمكن ما سبقنا شفناهم غير في التلفزيون ولا هذا، بينما هذا المهرجان هذا كيجمعنا معهم بالمباشر. ونعم بالنسبه للمحتوى اللي كتقدميه، من بين الاشياء اللي كيعجبوا مثلا الشعر والمسرح، من بين الاشياء اللي كيعجبوا الشباب المغربي، يعني اكثريه كيبغي يديروا يعني في المسارح ما كيلقاوش الفضاءات، يعني لا بغاو يمشيو يدخلوا للمسرح ولا بغا يتبع هذا الميدان هذا كيلقى صعوبه فيه. شنو نصيحتك للشباب والشابات؟ انا ما غاديش نعطيهم نصيحه حيت كل واحد والميول ديالو، ولكن غادي نبدا من راسي. يعني اللي عنده شي موهبه نهضروا بصفه عامه، ما يدفنهاش، يقدمها. بالنسبه اللي يبغي التمثيل المسرحي او لا التمثيل السينمائي، يبدا خطوه بخطوه، حيت البدايه راها ماشي سهله في اي ميدان. واخا تكون عندك الموهبه خاصك تسقلها بالمعرفه وبالتجارب، وتخرج وتجول وتحتك مع ثقافات اخرى ومع ناس اخرين اللي يزيدوا يفيدوك ويزيدوا بك القدام. وهاد المهرجانات بحد ذاتهم راهم كيساهموا في هاد الحويجات اللي باش نزيدوا ننميو قدراتنا، لا في الكتابه ولا من ناحيه الحكي ولا من ناحيه اي موهبه عندنا. بالنسبه لي انا الشعر ديالي الزجل كنخدمو حتى هو في الحكايه، الغيوان مثلا، اي حاجه، يعني الكتابه كنكتب كتابه سيناريو. لقيت الحكايه في الاول ما جاتنيش سهله، ولكن بما انني كندير الزجل لقيت واحد الطريق، خديت كتوبه لخصت في الحكايات. بطبيعه الحال بفضل اساتذه، كان الاستاذ بوزغبه، الناس يشجعوني، وجده الله يذكره بخير، كاين استاذ بو يوسف بالعيد اللي كنتشاور معاه وكنتواصل معاه ملي كنبغي نشارك شي مشاركه. كاين بزاف الاساتذه ومنهم سي ابراهيم، وكاين بزاف سمحوا لي اللي ما ذكرتش سميتهم. كاع هاد الناس هادو يعني كيزيدوا بك القدام، كاع اللي كيعطيك نصيحه والنقد البناء راه كيزيد بك القدام. اي واحد عنده موهبه، انا كنقول يعني بنحاول باختصار، يدخل يحتك بناس، يحتك بجمعيات، يحتك بمهرجانات. الا ما بانش اليوم غادي يبان غدا، الا ما وصلش اليوم غادي يقدر غدا يزيد القدام، وهذا الشيء اللي كاين. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.